اهلا وسهلا بيكم في ساندويتش حاجه ساقعه، كل سنه وانتم طيبين. النهارده هنعمل ساندويتش تونه بالاومليت. هنطلع فاصل ونرجع نشوف مكونات الساندويتش. مكونات الساندويتش طبعا اومليت جاهز، تونه، مشروم، عصير الليمون، كريمه حمضيه، ولو مفيش ممكن تستعمل شويه زبادي وزبده. هنسخن الاول شويه زبده. نار هادية، نجيب التونة، مشروم، عصير ليمون، وكريمة حمضية، نقلبهم كلهم سوا. نحطهم مع الزبدة على نار هادية. كده ساندويتش بتاعنا جاهز، ساندويتش تونه بالاومليت، ساندويتش حاجه ساقعه بالهنا والشفا. النهارده هنعمل عصير فراوله بالبطيخ، مكونات بطيخ، فراوله، وسكر للتحليه، وشويه عصير ليمون. نحط الاول البطيخ، فراولة، عصير ليمون، وسكر. نقفل ونخلط. كده العصير بتاعنا جاهز، فراولة بالبطيخ، ساندوتش حاجة ساقعة بالهنا والشفا.